سقوط نظام حسني مبارك بدأ في 25 من كانون الثاني يناير عام 2011، يوم الغضب الذي دعا إليه ناشطون شباب عبر الشبكات الاجتماعية أثار موجة من الاحتجاجات لم تتوقف. وبعد 26 يوما من التعبئة الشعبية استقال الرئيس بعد 30 عاما في السلطة. وبعد عامين يورو نيوز التقت بهؤلاء الشباب، من بينهم علي العربي الذي ثار ضد الظلم والقمع، حاله كحال العشرات من أبناء جيله الذين تحركوا ويحملون ذكريات لا تمحى. فاكر أول ما بدأوا يضربوا علينا غاز شميناه، عرفنا إحنا هننجح عشان الغاز دايما كانوا بيضربوه، يعني كنا عددنا دايما قليل بيضربونا، ضرب العصيان بيفضونا، الغاز بيضربوه بنبقى كتير جدا، فده كان حاجة تطمن، حاجة تخنق وتعيط وتبهدلنا، بس كان شيء يطمن جدا اللي فيه غاز يبقى إحنا بقينا عدد قوي. أنا فاكر يومها صديق ليا شالني، ببص ورايا لقيت عدد كبير جدا من الناس، كنا بننزل نهتف غل السكر غل الزيت، بكرة نبيع عفش البيت. مقاهي البورصة وصفت بمسميات كثيرة: الملجأ، المنطقة المحررة، مصدر الخطر، منبع الثوار. هنا اجتمعوا وخططوا ونفذوا وحوصروا واعتقلوا، من بينهم أحمد دوما، أحد أبرز الناشطين السياسيين في الثورة المصرية. حققنا في الأيام الأولى للثورة القضاء على مبارك ورموزه أو إسقاطهم وتقديمهم للمحاكمات، إضافة لتغيير دستور حتى ولو كان الدستور الجديد مشوه. وصلنا لانتخابات رئاسية حتى ولو كان الرئيس خائنا في وجهة نظر الثورة، لكن في النهاية هذه مجموعة من المكتسبات المهمة، أهمها وأخطرها على الإطلاق أن الأغلبية أو من نسميهم بالأغلبية الصامتة نزلت إلى الشارع وأصبحت تعرف قيمة صوتها. خلال الثورة سقط حوالي 800 شخص، معظمهم من الشباب مثل شهاب السيد. والدة شهاب تواصل الاحتجاج في ميدان التحرير منذ بداية الثورة وحتى الآن. أنا مش عايزة إن أنا أحس إن أنا إن دمه راح هدر، عايزة كل اللي ينزل في الثورة ويحس إن لسه ما فيش حاجة اتحققت يقول لأ وما يخافش. من هنا بدأت ثورة الحرية والعدالة الاجتماعية، من هذا المكان بالتحديد انطلقت الصيحة الأولى. بعد عامين ثوار ميدان التحرير ما زالوا يحملون شعارات الثورة مستمرة حتى تحقيق المصير. محمد شيخ إبراهيم، يورو نيوز، القاهرة.